أهلا وسهلا بكم أحبتي في مدارس عشدار الابتدائية الأهلية. معكم معلمة العلوم للصف الثاني ابتدائي أوراس هادي. أعزائي التلاميذ، درس اليوم هو أنواع البيئة المائية. درس اليوم يتكلم عن البيئات المائية. هذه صور البيئات المائية وما يوجد داخل المياه من كائنات حية، سواء كانت نباتات أو كانت حيوانات. وأيضا هذه صورة أيضا للبيئات المائية. لنتكلم عن أنواع البيئات المائية. أولا بيئة المحيط، ثانيا بيئة البحر، ثالثا بيئة النهر، رابعا بيئة البحيرة، وخامسا بيئة الأهواء. أكرر أنواع البيئات المائية: المحيط، البحر، النهر، البحيرة، والأهواء. انظروا أعزائي التلاميذ، هذه بيئة المحيط، هذا هو المحيط، وهذا البحر، النهار، البحيرة، والأهوار. هذه أنواع البيئات المائية. لنعرف البيئة المائية. هذا هو تعريف البيئة المائية: هو كتلة من المياه تحيط بها اليابسة. أكرر تعريف البيئة المائية: هو كتلة من المياه تحيط بها اليابسة من جميع الجهات.
تعيش في البيئة المائية الكثير من الكائنات الحية. طبعا تحتوي البيئة المائية الكثير من الكائنات الحية. انظروا، هذه هي البيئة المائية، وهذه البيئة المائية انظروا إليها تحتوي على الكثير وعلى أنواع متعددة من الكائنات الحية، سواء كانت نباتات أو كائنات حية، حيوانات كالأسماك. والآن نتكلم عن خصائص البيئة المائية. للبيئة المائية عدة خصائص، وهي تكون بيئة مائية مالحة أو بيئة مائية عذبة. البيئات المائية تكون خصائصها مالحة وعذبة. المالحة تكون مياهها مالحة، أي تحتوي على الأملاح. أما العذبة فتكون مياهها عذبة، لا تحتوي على الأملاح، والمياه العذبة تكون صالحة للشرب. تشمل البيئة المائية المالحة المحيط والبحر. إذن يكون المحيط والبحر هما بيئات مائية مالحة. البيئات المائية المالحة وتشمل المحيط والبحر ويكونان مالحان. لنتكلم عن أولا المحيط، وهذا هو تعريف المحيط، وهو بيئة مائية مالحة كبيرة وواسعة وعميقة، تكون جدا كبيرة وأيضا تكون واسعة وتكون جدا عميقة. فيكون المحيط أكبر البيئات المائية المالحة، هو أكبر البيئات المائية المالحة، ويكون واسع جدا ويحيط بالكرة الأرضية. هذا هو أعزائي التلاميذ تعريف المحيط. أكرر التعريف: بيئة مائية مالحة، طعمها مالح، كبيرة وواسعة وعميقة. تعيش في المحيط الكثير من الكائنات الحية مثل الأسماك والدلافين والحيتان. هذه صورة المحيط، انظروا، يحتوي على الكثير من الأسماك والدلافين والحيتان كما موضح في هذه الصورة. هذا هو المحيط.
وأيضا تعيش في المحيط نباتات كبيرة. لا يحتوي المحيط فقط على الأسماك والدلافين والحيتان والحيوانات، وإنما يحتوي على الكثير من النباتات، وفيه نباتات كبيرة وصغيرة. وأهم وجود هذه النباتات في المحيط فهو يعتبر مصدر للأكسجين على سطح الأرض. إذن فائدة النباتات الكبيرة والصغيرة في بيئة المحيط تكون مصدر للأكسجين على سطح الأرض. ويعتبر المحيط من أكبر البيئات المائية المالحة على سطح الأرض. أكرر، تعيش في المحيط نباتات كبيرة وصغيرة، وهذه النباتات تعتبر أهم مصدر للأكسجين على سطح الأرض، فهي تعطي الأكسجين للكائنات الحية الأسماك. ويعتبر المحيط من أكبر البيئات المائية على سطح الأرض. انظروا، هذه النباتات الموجودة في المحيط تكون مصدر للأكسجين على سطح الأرض. وهذه صورة أيضا للنباتات الموجودة في المحيطات، وهذه الأسماك أيضا، انظروا إليها أعزائي التلاميذ. إذن تحتوي المحيطات على الكثير من الكائنات الحية، سواء كانت حيوانات، أسماك أو نباتات. ثانيا، من البيئات المائية المالحة البحر. هذا هو تعريف البحر، هو بيئة مائية مالحة أقل حجما واتساعا وعمقا من المحيط. أكرر، تعريف البحر بيئة مائية مالحة أقل حجما واتساعا وعمقا من المحيط، فهو من البيئات المائية المالحة. تعيش في البحار كثير من الكائنات الحية كالدولفين والأسماك والنباتات الكبيرة والصغيرة. تعيش في البحار الكثير من الكائنات الحية كالدولفين والأسماك والنباتات الكبيرة والصغيرة. انظروا، هذه بيئة البحر، يحتوي على الكثير من الكائنات الحية من نباتات وأسماك.
نتكلم عن ثاني أنواع البيئات المائية، وهو أنواع البيئة المائية العذبة، ومنها النهر، البحيرة، والأهوار. أكرر، أنواع البيئة المائية العذبة: النهر، البحيرة، الأهوار. أولا نتكلم عن أول أنواع البيئات المائية العذبة، وهو النهر. لنعرف النهر، وهو بيئة مائية عذبة مياهها جارية، تعيش فيها الكثير من الكائنات الحية ومنها الأسماك، وتستعمل مياهها للشرب بعد تنقيتها، أي بعد تصفيتها من الشوائب. أكرر تعريف النهر، هو بيئة مائية عذبة مياهها جارية، أي تعيش فيها الكثير من الكائنات الحية كالأسماك، وتستعمل مياهها للشرب بعد تنقيتها، بعد تصفيتها من الشوائب. هذا هو النهر أعزائي التلاميذ، انظروا إلى مياهه كيف تكون جارية. وهذه أيضا صورة للنهر، وقلنا هو بيئة مائية عذبة تكون مياهه جارية، ويحتوي على الكثير من الأسماك، ومياهه تستعمل للشرب بعد تنقيتها من الشوائب. ثانيا، البحيرة بيئة مائية عذبة راكدة، تنتقل مياهها من الأنهار، وتعيش فيها الكثير من الكائنات الحية كالأسماك، وتلجأ إليها الطيور والحيوانات المهاجرة. أكرر، البحيرة هي بيئة مائية عذبة راكدة عكس النهر، مياهها لا تتحرك، النهر تكون مياهه جارية، البحيرة تكون مياهه عذبة راكدة، تنتقل مياهها من الأنهار، من تفرعات الأنهار، وتعيش فيها الكثير من الكائنات الحية كالأسماك، وتلجأ إليها الطيور والحيوانات المهاجرة. هذا فيما يخص تعريف البحيرة. هذه صورة البحيرة أعزائي التلاميذ. إذن البحيرة هي بيئة مائية عذبة تكون مياهها راكدة، هكذا تكون المياه الراكدة، أي ليست جارية، هذه المياه مياه البحيرة الراكدة، وقلنا تلجأ إليها الطيور والحيوانات المهاجرة.
هذه أيضا هي البحيرة. وقلنا تتكون أو تنتقل مياهها من مياه الأنهار. ثالثا الأهوار، وهو بيئة مائية عذبة تعيش فيها الكثير من الكائنات الحية كالأسماك والطيور والقصب والبردي. وطبعا القصب والبردي هذه أنواع من النباتات تنمو أو تكون موجودة في الأهوار. أكرر تعريف الأهوار، بيئة مائية عذبة تعيش فيها كثير من الكائنات الحية كالأسماك والطيور والقصب والبردي. هذا هو تعريف الأهوار. هذه هي صورة الأهوار أعزائي التلاميذ، وهذا القصب والبردي الموجود في بيئة الأهوار. إذن الأهوار من البيئات المائية العذبة، وطبعا هو موجود في جنوب العراق. أيضا هذه أيضا بيئة الأهوار، وقلنا تكون مياه الأهوار عذبة ويحتوي على الأسماك والقصب والبردي. أعزائي التلاميذ، هذه الأسماك تعيش في بيئة الأهوار. والآن ننتقل إلى أسئلة التقويم. عدة أنواع البيئة المائية. أعزائي التلاميذ، مطلوب منكم أن تعددوا أنواع البيئة المائية كما ذكرناها سابقا. ما خصائص البيئات المائية؟ أكرر، عدة أنواع البيئة المائية. ما خصائص البيئات المائية؟ بيئة مائية مالحة واسعة وعميقة، فمن هي؟ فكر وأجب. أكرر،
بيئة مائية مالحة واسعة وعميقة، فمن هي؟ ما اسم البيئة العذبة التي تكون مياهها جارية؟ أوكنغا. بيئة مائية مالحة واسعة وعميقة، فمن هي؟ ما اسم البيئة المائية العذبة التي تكون مياهها جارية؟ أعزائي التلاميذ، هذه كانت أسئلة التقويم ومطلوب منكم الإجابة عليها. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.